ما الذي يحدث يا ليو؟ لماذا وضعت لفتي ورق المرحاض على الأرض؟ استرخي، ليست مشكلة كبيرة. لا بأس، سأجمعه بنفسي، لكنها ستكون آخر مرة. سأكدس اللفات في كومة أنيقة وسأحملها الآن لأضعها جانباً. بالثبات، كدت أن أصل. فيو، لقد انتهيت، هل رأيت ذلك؟ هل تسخر مني؟ أقسم أن هذه آخر مرة أفعل فيها ذلك. لن أقضي اليوم بأكمله في تكديس ورق المرحاض، مع أن الأمر ممتع نوعاً ما، إذ يمنحني شعوراً بالارتياح. أشعر بنعاس شديد. بدأت أشعر أنك تتعمد فعل ذلك. طفح الكيل، كان يجب أن أفعل هذا منذ وقت طويل. لا تؤذيني أرجوك. ضع لفات ورق المرحاض هنا. حسناً، أعتقد أنه أقل ما يمكنني فعله. سأحاول التقاط بقية لفات ورق المرحاض. هذا صعب، لا تعجبني هذه اللعبة. ماذا؟ واو، لم يكن هناك داع لذلك. يجب أن أفكر في استراتيجية مختلفة. لحظة واحدة، سأثبت العصا بين أصابع قدمي، وعلي أن ألتقط لفات ورق المرحاض الأخرى الآن. سأستخدم قواي الخارقة ببساطة. نسيت، ليس لدي أي قوى خارقة. سأستخدم قدمي الأخرى إذن. ها، أمسكتها، وها قد وصلت إلى مكانها. هذا سهل جدا، لست مضطرا للنهوض عن المرحاض. ماذا تفعل؟ أتعلم؟ إنها فكرة رائعة في الواقع. أنا منبهرة يا ليو. حسنا، كنت منبهرة، بذلت قصارى جهدي. مهلا، لدي فكرة. سأضع هذا الوعاء هنا وأصب حمض الألجينيك والماء في داخله ليصبح هذا سائل المميز الخاص. سأبدأ الآن. هلا خفاضي ضوضاء، أحاول القراءة هنا. ضع قدمك هنا. ماذا؟ ما هذا؟ لن يؤذيك، ثق بي. لا يعجبني ذلك. لا، توقف، نحتاج للانتظار قليلا فقط. كنت أعرف أن الأمور ستنتهي بهذه الطريقة، وذنب كله ذنبك، لقد حذرتني أمي منك. تنفس فقط واشعر بتلك الطاقة المريحة. بهذه الطريقة؟ ينتابني شعور غريب. استمر. أحسنت يا ليو، ادفع ادفع. مهلا، أنت لست في المخاض. لا يهم، أحسنت صنعا يا ليو، أنا فخورة بك جدا. كلير، أنا مستعد، حانت اللحظة المنتظرة. هيا يا ليو، لا تستسلم. انظروا إليها، كم هي جميلة. هل أنت متأكدة؟ هل كل شيء على ما يرام؟ هل يمكنني أن أذهب إذن؟ نعم، ابتعد من هنا. سأصب الجبس داخل هذا القالب الآن حتى أصنع حاملا مصبوبا على شكل قدمي ليو. سأتحرك بسرعة، لا يمكنني سماح للجبس بالتماسك إلا بعد أن أضع العصا فيه، وعلي أن أنتظر الآن. سيكون هذا الوقت كافيا، حان دور الجزء الممتع وهو تفكيك القالب. سأكون حذرة بالقرب من الحامي الجبسي، لا أريد إتلافه. وبمجرد انتهائي من هذه الخطوة سألونه برذاذ طلاء وسأنتظر حتى يجف الطلاء. أصبح لدينا حامل ورق مرحاض فريد، لنجربه الآن. يبدو مثاليا. انظر يا ليو، ما رأيك؟ واو، يعجبني ما فعلته. وانظر إلى ورق المرحاض. مستحيل، هذا الحامل يشبه قدمي، إنها قدمي بالفعل. هذا مبهر حقا. جيد جدا يا كلير. أريد إطفاء المزيد من البريق على المرآة، ربما يساعدني هذا. سيضيف القليل من الألوان، ويمكنني وضع ورقة نبات سرخسي على الجانب المقابل، يعجبني ذلك في الواقع. هل أمزح؟ لن ينفعني هذا. سأضيف بعض الأغراض إلى هذه الأيدي اللاصقة. واو، هذا ممتع. لدي كل ما سأحتاجه لاستراحات المرحاض الطويلة، أنا مستعد لأي شيء. تفكير ممتاز يا ليو، يا لها من تشكيلة مثيرة للاهتمام. لديك حلوى وذهب ومثلجات اسفنجية. مهلا، أعتقد أن بإمكاني الاستفادة من هذه. هذا ما أحتاجه تحديدا. أي يمكنني استعارة هذه المثلجات؟ أتريدين تناولها؟ لا، لقد ناقشنا هذا الأمر من قبل، هذه ليست حقيقية، أحتاجها من أجل المرآة. أشعر بالارتباك، دعني أريك، سأتخلص من هذه الأشياء. مهلا، فهمت الآن. كنت أعلم أنك ستفهمني. لنبدأ العمل. أحتاج لقطعة كرتون كبيرة أولاً مع عبوة رغوة عازلة. سأرش الرغوة على الكرتون، أريد أن أصنع شكلاً هرمياً وسأزيد حجم طبقاته. يبدو شبيهاً بإيموجي البرازي نوعاً ما. ما الأخبار عندك يا ليو؟ رائعة، صنعت مثلثة من الكرتون وسأثبته أسفل المرآة، ثم أثبت شرائط الكرتون عليه. يجب أن أركز. رائع، أنا موهوب بالفطرة. لقد تماسكت الرغوة ويمكنني البدء في طلائها الآن. سأربط بالطلاء على سطح الرغوة حتى أمنحها ملمسا خاصا، وسأستخدم مجموعة مختلفة من الألوان. أصبحت جاهزة، نحتاج لتثبيتها على المرآة فقط. واو، تبدو مذهلة.
أنت محقة، لكنها تشعرني بالجوع. المرآة متسخة قليلاً، سأنظفها سريعاً واستلمع بشدة. ماذا؟ مرحباً يا صديقي. هل رأيت ذلك؟ نعم، تستحق مكافأة. تبدو لذيذة، أليس كذلك؟ جميعنا يحب المثلجات، هيا خذها. تبدو لذيذة جداً. لن نذكر هذا الأمر مطلقاً، هل فهمت؟ أشعر بالملل. أتمنى لو كانت هناك أشياء ممتعة لفعلها، لكنني أصقل مهاراتي في لعبة إكس أو على الأقل. لقد فزت في 4 جولات متتالية، يجب أن أحترف هذه اللعبة. اختيار موافق يا كلير. شكرا كلير، لكن الجولة لم تنتهي بعد. مهلا، كيف فعلت ذلك؟ ماذا يجب أن أفعل؟ لا، الوضع سيء، لا أريد أن أخسر. إلا إذا يمكنني أن. مهلا ليو. رائحة قدمي كريهة، يا للحرج، رأتني كلير. مرحبا، كيف الحال؟ كم أنت مقزز. حسنا، سأنهي لعبتي، هذا أفضل، يكفي أنني لن أخسر في النهاية. كم أنا بارعة. مهلا قليلا، لقد تعادلنا. لعبة غبية. هذا لذيذ، يجب أن نخرج من هنا. لا أستطيع الاحتمال أكثر، لابد أن هناك شيئاً يمكننا فعله. كم هذا منعش، كنت بحاجة لذلك. ربما ارتكبت خطأ، أعتقد أننا نواجه مشكلة يا كلير. أحتاج للتبول بجدة، لا أستطيع الانتظار أكثر. لا، لا تفعل ذلك، توقف. لا أستطيع، أشيحي ببصرك. هذه أسوأ تجربة. أتوتر عندما يحدثني الناس بينما أفعل ذلك، لا أستطيع فعلها. ماذا تريد مني أن أفعل؟ أنهي الأمر بسرعة. حسنا، أنت قدم يا ليو، يمكنك فعلها. لا، لم ينجح ذلك. ولا قطرة واحدة؟ لن تزعجيني بهذه الطريقة يا كلير. وجدتها، سأطفئ الأنوار. هل انتهيت؟ أخبرتك أنك تستطيع فعلها. ما الذي؟ أشعر بالغثيان. ما المشكلة؟ حسناً، معذرة، يجب أن تنظف ذلك. بالتأكيد، ولا تترك أي بقع. أحتاج لإجراء مكالمة. هيا ارفع السماعة. هناك الكثير من النقاط، وسأنتظر الآن. ما هذا؟ ما الذي يحدث؟ كلير، أنا أرتعد خوفاً. نجحت الخطة، رائع. يا للا، هل يحدث هذا حقا؟ توجد يد في المرحاض. شكرا يا يد المرحاض الغامضة. واو، انظر إلى هذا الشيء، إنه ضوء صغير، وانظر إلى كل هذه الألوان الجميلة. هذا رائع يا كلير. شكرا على المساعدة، إلى اللقاء. وداعا، لا تطيل الغياب. أتحرق شوقا لاستخدام هذا الجهاز، سأثبت على المرحاض ثم أنزل قاعدة المرحاض. ممتاز، ليس أمامنا الآن سوى فعل شيء أخير. لنحتفل. كم هذا رائع، إنه نادينا الليلي الخاص. لن أغادره مطلقا. يجب أن أحافظ على نظافة أسناني، لا أحد يحب رائحة الفم الكريهة. ما أجمل هذه الابتسامة. حان دوري. سأمشط شعري سريعا. هل تمزح يا ليو؟ أكره مشاركة الحمام معه. كم هذا مقزز، فرشاتي. ما هذا يا ليو؟ ماذا؟ صحيح، ما أجمل شعرك. مرحبا، لا أعلم من أين جاء ذلك الشعر. حسنا، كم هذا غريب، ما كل هذه الفوضى؟ ورق المرحاض يهاجمني. انظروا إلى هذا الشيء، هذا مقزز، أشعر بالاشمئزاز. ما هذا؟ من أين أتت هذه الفرشاة؟ أعطني هذا الأنبوب، لقد أوحى لي بفكرة. ماذا ستفعلين؟ أولا، أحتاج إلى أنبوبين آخرين من ورق المرحاض، وسأقص إحداهما لجزئين. حان دور الموهبة الفنية الآن، سألون الأنابيب بطلاء أبيض، لا أريد تفويت أي منطقة، ثم أترك الطلاء حتى يجف.
سأحتاج لصورة رقيقة من أجل الخطوة التالية. ليس هناك أرقى من اليونيكورن، لنكن واقعيين. انتهيت من قص جسم اليونيكورن، وبمجرد أن يجف طلاء سأدهن القليل من الغراء على الأنبوب الكبير، ثم أثبت اليونيكورن عليه. يجب أن ألصقه بشكل متساو. يبدو هذا جيدا. بمجرد الانتهاء من هذه الخطوة سأستخدم الفرشاة لوضع القليل من الغراء على الرسم. سأمنحه طبقة تغليف خارجية ثم أتركه ليجف. وطليت قطعة كرتون باللون الأبيض أيضا، وسأضع الغراء على قاع الأنبوب الآن، وأمر بالغراء حول الحواف لأثبت الأنبوب على الكرتون بعدها. ولم أنسى تزيين الأنابيب الأصغر أيضا. سألصق بعض الخرز في حواف القاعة الكرتونية، وها قد انتهيت. سأضعها بجوار الحوض. إنها مثالية لتنظيم أدوات النظافة الخاصة بنا. لا فوضى بعد اليوم. كم أنا سعيدة بالشكل النهائي للحمام. يبدو رائعا. أوافقك الرأي، الفرق واضح. لم يكن الوقت الذي قضيناه عالقين سيئا لهذه الدرجة، إذ منحنا الفرصة لإعادة تزيين الحمام. تقضي الكثير من وقتك داخل الحمام، ولهذا يجب أن يكون مريحاً. فلما لا تعيد تزيينه؟ أي جزء أعجبك أكثر في هذا الفيديو؟ أخبرنا في قسم التعليقات أدنى. وتذكر مشاركة الفيديو مع أصدقائك، ولا تنسى الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من الفيديوهات الرائعة الأخرى.